السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. هذه المرة غنهضروا على الإخوان اللي حصلوا الحمد لله على شهادة البكالوريا، فمبروك عليهم وهنيئا لهم. وبالنسبة للي ما ساعفهمش لحد ياخذوا البكالوريا هذه السنة هذه، فمازال بعد عندهم الاستدراكية، إن شاء الله يحاولوا يداركوا فيها الموقف، والله يسهل عليهم والله يوفقهم. غي حزموا راسكم شي شوية وزيروا راسكم إن شاء الله، وراكم غادي تاخذوا البكالوريا ديالكم. فكما كيعرف الجميع، شهادة البكالوريا ما هي إلا خطوة أولى وباب كيتفتح قدامكم باش تولجوا يعني العدد من مثلا الكليات أو المعاهد أو اللي سهل عليه الله يمشي يقرأ على برا ويكمل الكارير ديالو إلى آخره. فإذا مازال قدامكم كما تقولوا المشوار طويل، حاولوا يكون عندكم واحد النفس وتكون عندكم الإرادة ويكون عندكم القوة والعمل، والله يسهل عليكم إن شاء الله باش تحققوا داك الشيء اللي بغيتوا. فأنا يعني نصيحتي للإخوان، لأن هضرت مع بعض الإخوان شنو تقدر تنصحنا نديروا، باش خاصة اللي مهتمين مثلا بالهجرة، مثلا بغى يجيو هنا لأمريكا أو لا كندا أو لا، فكيقول لك زعما من خلال التوجيه شنو ممكن نقرا ولا نتعلموا ولا المعاهد اللي نقدروا ندفعوا ليهم الى اخره، اللي يقدر ينفعنا مستقبلا سواء يعني في الهجره او حتى الولوج لسوق الشغل. فمن طبيعه الحال الاخوان، التوجيه شيء مهم جدا قبل ما يعني تتاخذ خطوه، باش تعرف انت شنو باغي دير، اش من كليه بغيتي تمشي ليها، اش من معهد بغيتي تمشي تقرا فيه الى اخره. فهنا من طبيعه الحال التوجيه كيلعب دور كبير وكيساعدك باش تاخذ القرار اللي ربما ما تندمش عليه، لان كما كنعرف الجميع راه شحال واحد كيكون التوجيه خدا التوجيه الخاطئ. هو مثلا كيكون عنده ميول في شي حاجه وكيعرف يدير شي حاجه وكيمشي يختار يدير شي شعبه ولا يدير شي حاجه واحده اخرى اللي هو ما مرتاحش فيها، وكون اكيد ما غاديش يمشي فيها بعيد، وكيضطر عاوتاني انه اللي داك الشعبه يمشي يتسجل في شي شعبه واحده اخرى الى اخره. فهنا الاخوان كما كيعرف الجميع، راه كاين واحد المصلحه ديال التوجيه، كان لا في الثانويات ولا في المركز الجهوي اللي كيكون تابع للاكاديميه ولا حتى الاكاديميه بحد ذاتها، راه كيكون واحد المصلحه ديال التوجيه، كتمشي كتستشر مع ذاك الموجه وكتقول له مثلا ها شنو انا المعدل باش حصلت على البكالوريا، وها الميول ديالي، وها شنو بغيت، ها شنو بغيت، ها شنو بغيت الى اخره. هو من طبيعه الحال كيبقى يطرح عليك اسئله وكيبقى يديو يجيب معك في الهضره باش كيعرفك انت شنو اللي يعني عندك فيه كما نقولوا عندك فيه امتياز، فكيحاول يرشدك ويوجهك ويشوف اصلا هو كيكون عنده واحد لا 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 المعرفه مسبقه واكثر منك نتايا على المجالات اللي ممكن تمشي تقرا فيهم وتاخذ فيهم الدبلوم ديالك من بعد واحد المده، اما عامين او 3 سنين او 4 سنين او الى اخره. لكن بالنسبه مثلا هنا للناس اللي مهتمين بالهجره سواء كما قلت لامريكا او لكندا او لاوروبا، رجاء جوج ديال الحوايج غادي نوصيكم عليهم، وهذا الشيء راه يعني معروف به من شحال هذه. اول حاجه تخدم على اللغه ديالك، لان اللغه غير كتكتس واحد اللغه ثانيه بلا اللغه ديالك الام مثلا العربيه او الفرنسيه، دير معها شي لغه واحده اخرى، وخاصه اللغه الانجليزيه لان هي لغه كما نقولوا لغه العالم، فاكتسب اللغه الانجليزيه. يعني واخا تكون درتي اي برونش مشيتي ليها، يعني اي شعبه مشيتي ليها، دير معها اللغه، يعني غتقرا معها اللغه الانجليزيه ضروري. ثاني حاجه اخي او اختي، تعلم شي حرفه، شي حرفه ما غاديش تندم عليها بتاتا، لان كما خلوها جدودنا الحرفه الى ما غنات كتستر، الى ما غناتكش كتسترك، يعني ما عمرك تكون لا انا راه ما عنديش شي حاجه في يدي، ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، راه غيوقع لي مشكل، ما نقدرش نبني مستقبلي الى اخره. مي الا كانوا عندك هاد الجوج هادو معك في حياتك الشخصيه، ما تخاف حتى من شي حاجه، اللغه وشي حرفه في يدك. انا هذه النصيحه اللي غادي نقول للاخوان، واكثر من هاد الشيء النصيحه اللي غادي نعاود ثاني نزيدها هي القرايه القرايه القرايه. يعني قرا خويا، غير هو القرايه راه ماشي معنيتها غادي نمشي نقرا في لافاك ولا نقرا في شي معهد ولا نقرا في شي بلاصه واحده اخرى غير من اجل نقرا باش ننجح، ولا غير من اجل نقرا باش ناخذ داك الدبلوم وكنت تما هنا عندي دبلوم مثلا موجز ولا عندي الماستر ولا عندي شي حاجه غير سميه وصافي. هذا راه خطا كيطيحوا فيه بعض الاخوان، وهذا الشيء راه ما غاديش تمشي فيه بعيد، لانه علاش كنقول لكم تقراو، القرايه داخله في الثقافه، داخله في الوعي ديالك نتايا، كتكون نتايا كتكون قاري يعني واعي ومثقف. هاد ثلاثة ديال الحوايج، يعني قاري وواعي ومثقف، هادو كاملين كيعطيك واحد القيمة، أنت كتولي عندك قيمة مهمة جدا في المجتمع اللي أنت كتعيش فيه، مقارنة مع واحد ما قاريش، بالتالي ما واعيش، بالتالي ما مثقفش، واخا يكون عنده مال قارون، واخا يكون عنده مال قارون. إذا قارنتيه هذا مع هذا، غتلقاه واخا عنده الفلوس، واخا غير ما
طبيعة الحال دابا حنا في هذا الزمن هذا الفلوس هي اللي كتهضر، ولكن مقارنه انا كنهضر لك على المجتمع فين انت غادي تكون عايش فيه، سواء في بلادك او لا سافرتي لشي بلد واحد اخر، غير كتكون مثقف وواعي، كتكون عندك واحد القيمه الناس كيحترموك على داك القيمه اللي عندك واخا ما يكونش عندك الفلوس، مقارنه مع واحد مثلا عنده الفلوس ولكن ما قاريش وما واعيش وما مثقفش، راه من طبيعه الحال واخا عنده يكون كما قلت لكم يكون عنده مال قارون، راه ما تكون عنده قيمه غير على داك الفلوس اللي عنده. اما شي حاجه واحده اخرى الا حطيتيه مثلا في شي كونفرنس ولا حطيتيه في شي ديبا مثلا كنتناقشوا في شي موضوع ديال المواضيع الساعه، غتلقاه والو، ما حتى جمله مفيده ما غاديش يعطيها لك، وخاصه مع هذوك دابا اللي كنشوفوا في البرلمان، السيد عاطين ورقه وكيقرا ويدير وكيتفتف ما كيعرف شنو يقول، حتى جمله مفيده ما كيقولهاش، واخا هو لاباس عليه وعنده الفلوس وعنده، عكس واحد كيمشي يلقي كلمه بلا ورقه بلا حتى شي حاجه، كتلقى كل شيء منتبه ليه وكل شيء كيشوف وكيسمع وداير منه اتونسيون، لان داك الشيء اللي كيقول راه دماغه تبارك الله عامر. لاحظتوا دابا الفرق الاخوان ما بين هذا وهذا. فنختم بها نصيحتي للاخوان اللي ان شاء الله خداو البكالوريا ديالهم وبغاو يديروا التوجيه، خدموا بعد على هاد جوج ديال الحوايج، اللغه وشي حرفه معك عاد الدبلومات ديالك اللي غادي تاخذ سواء من لافاك سواء من شي معهد او لك من تقرايتك على برا. والله يسهل الامور على كل واحد، والتوفيق للجميع كما يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله. الله يسهل الامور على كل واحد.